مشاهدون في هذا العدد من برنامج جزائريون. إذا ما عندكش بالربح والله. أعطيك 20 ونزيدك 10,000 لا هذه فيها البركة. هكذا تسعيرة الفحص لا تتعدى 200 دينار جزائري لدى طبيب المساكين، وفي غالبية الأحيان يقدم خدماته مجانا. الحمد لله عندي حاجة تكفيني، انتبهت كيف؟ وهذا المبلغ البسيط الحمد لله منيح، انتبهت اللي كيف؟ وعمل في يد الناس، إن عطاني اللي عنده إياه مرحبا، ما عطانيش يربح. نبينا محمد كان فقير، والإسلام أنصف الفقراء، ولماذا أنا ما أنصفش الناس طالما أنا قادر؟ الكسرة بالدواء أكلة شعبية ذاع صيتها في ولاية الأغواط نظرا لمذاقها الذي تنفرد به عن الأكلات الأخرى. يعني نلقوها في الشتاء تنفعنا نزلت البرد، مهم احنا أن المراكي تتوحم دولها كسرة بالدواء تعود مش حابة تأكل هاد الحوايج يعني حارة. سبحان الله حاجة تميز فيها كسرة بالدواء، نهار اللي يكون واحد يدير فيها يكثر الزوار نتاعها، يكثر الزوار على كسرة بالدواء.